بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن التي قد دخل بها زوجها، المدخول بهن من ذوات الأقراء أي من النساء اللاتي يحضن، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة رحمهم الله من هذا العموم الأمة المملوكة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين. إذا كانت الزوجة مملوكة فعدتها حيضتان، فإنها تعتد عندهم بقرأين. المملوكة عدتها إذا طلقت قرآن حيضتان، بأن يتربصن بأنفسهن فإنها تعتد عندهم بقرآن أي المملوكة، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتباعد، ما يصير قرء ونصف، ولهذا قرآن حيضتان، فكمل لها قرآن أي حيضتان. ولما رواه ابن جريج رحمه الله عن مظاهر ابن أسلم المخزومي المدني رحمه الله عن القاسم رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة أي المملوكة تطليقتان، الحرة ثلاث، أما الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. ولكن مظاهر هذا الراوي هذا ضعيف بالكلية. وقال الحافظ الدارقطني وغيره رحمهم الله: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. ورواه ابن ماجه رحمه الله من طريق عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني رحمه الله: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله، يعني قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موقوفا. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا: ولم يعرف بين الصحابة رضي الله عنهم خلاف. وقال بعض السلف رحمهم الله: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية.
ولأن هذا أمر جبلي، يعني أمر خلقه الله، فالحرة والأمة الحيض سواء. فكان الإماء والأحرار في هذا سواء، والله أعلم. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه رحمهم الله. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر عن أبيه أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها قالت: طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق، يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد اختلف السلف والخلف والأئمة رحمهم الله في المراد بالأقراء ما هو على قولين. ما هو القرء؟ أحدهما أن المراد بها الأطهار، يعني إذا حاضت وطهرت يعتبر الطهر بعد الحيض قرء. وقال مالك رحمه الله في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة 3، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. هذا القول أن الأقراء الأطهار، يعني عدتها 3 أطهار، يعني تحيض وتطهر هذا واحد، تعيد وتطهر هذا 2، تحيض وتطهر 3 قروء. وقال مالك رحمه الله عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدًا من فقهائنا رحمهم الله إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة 3 فقد برئت منه وبرئ منها، يعني 3 أطهار، إذا حاضت 3 وطهرت فالطهر هذا هو 3. وقال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء 7 رحمهم الله، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله وغير واحد، وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد رحمهم الله، واستدلوا عليه بقوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، يعني في أي في الأطهار. ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا دل على أنه أحد الأقراء 3 المأمور بها، ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة 3، وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها 32 يوماً ولحظتان، يعني يمكن تحيض 3 حيضات في هذه
المدة 32 يوماً ولحظتان. واستشهد أبو عبيد رحمه الله وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك، مورثة عدا وفي الحي رفعة، وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. يعني ضاع طهرها بأنك أنت في غزوة. يمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزوة على المقام حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها. والقول الثاني القرء، أن المراد بالأقراء الحيض، 3 قروء أي 3 حيضات، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون: وتغتسل منها، وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها 33 يوماً ولحظة. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني وقد وضعت مائي وقد نزعت ثيابي، يعني تريد تغتسل من الحيضة الثالثة، وأغلقت بابي. فقال عمر رضي الله عنه لعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، ما زالت ما اغتسلت فعدتها باقية فيجوز له الرجوع لأنها لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال عمر رضي الله عنه: وأنا أرى ذلك، يعني حتى تغتسل، فلو راجعها قبل أن تغتسل فهي زوجته. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني أنهم قالوا: الأقراء الحيض، 3 أقراء أي 3 حيضات. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وحكى عنه الأثرم رحمه الله أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح ابن حي وأبي عبيد وإسحاق ابن راهوية رحمهم الله. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله من طريق المنذر ابن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رحمها الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك، أي اترك الصلاة أيام الحيض، فهنا الأقراء الحيض. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض، ولكن المنذر هذا الراوي قال فيه أبو حاتم مجهول، أي لا يعرف هل هو ثقة أم لا، ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن جرير رحمه الله: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد، الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، والإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركاً بين هذا وهذا،
أي بين الطهر والحيض. وقد ذهب إليه بعض العلماء الأصوليين أهل أصول الفقه، فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرآء هو الوقت، وقال أبو عمرو بن علاء: العرب تسمي الحيض قرآن، وتسمي الطهر قرآن، وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا قرآن. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية، ما هو على قولين. وقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي لا يجوز للمرأة المؤمنة أن تكتم ما في رحمها من الحبل أو الحيض. إن حبلت لا تكتم، وإن حاضت لا تكتم، تخبر بالواقع. قاله ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والحكم بن عيينة والربيع بن أنس. والضحاك وغير واحد رحمهم الله. فيجب على المرأة المسلمة أن تخبر بالواقع، إن كان حيضًا تخبر، وإن كانت حامل تخبر. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على قول خلاف الحق، والمؤمنة تتقي الله ولا تقول إلا الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، إلا من جهتي. وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد. فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها، إذا كان مرده بردتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات، يعني بعد الطلقة الأولى التي لها رجعة، وبعد الطلقة الثانية التي لها رجعة. أما بعد الطلقة الثالثة فلا رجوع حتى تنكح زوجاً غيره. فأما المطلقات البوائن، يعني المطلقة الطلقة الثالثة أو المختلعة، فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حُصِروا في الطلاق الثلاث، في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعته امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قُصِروا أي قُدِّروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات، صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. فإذا طُلِّقت الطلقة الأولى هذه طلاق رجعي، والطلقة الثانية طلاق رجعي، أما إذا طلقها الطلقة الثالثة طلاق بائن، أو خالعها اختلعت فهو بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا، بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن للنساء على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم رحمه الله
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، أي لا تظلموهن، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بالنكاح، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني غير مؤثر، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فالظلم ظلمات، وضرب الوجه حرام، سواء كان زوجة أو غلام، ضرب الوجه لا يجوز. ولا تقبح، أي لا تقول قبحك الله، لا تقول هذا الكلام، ولا تهجر إلا في البيت. إذا أردت أن تؤدبها لا تهجر إلا في البيت، يعني ولي ظهرك لها، وليس معناها أنك تستخرج من البيت، فإذا خرجت من البيت هذا فتنة، لكن إذا أردت أن تؤدبها تلوي ظهرك عنها لعلها تتأدب وترجع إلى الطاعة. وأما أنك تتركها وتخرج من البيت هذا فتنة. قال: ولا تهجر إلا في البيت. وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي، يعني تكون نظيفا وحسنا كما أنك تحب أن تكون نظيفة وحسنة. وقوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فعلى الرجل أن يعلمها ويؤدبها ويعلمها ويأمرها بطاعة الله ورسوله، وينهاها عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره جل جلاله. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، هكذا كان في أول الأمر.
فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله عز وجل إلى 3 طلقات، ليس لك إلا 3 طلقات، بعد الطلقة الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجا غيره. وأباح الرجعة في المرة والثنتين، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وأبانها بالكلية في الثالثة، فقال: الطلاق مرتان، يعني الطلاق التي فيه رجوع، الطلاق الذي فيه رجوع مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان، هذه الثالثة. قال أبو داود رحمه الله في سننه: بابٌ في نسخ المراجعة بعد الطلقات 3. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها 3، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي بعده الرجوع مرتان، وأما الثالثة فلا حتى تنكح زوجا غيره. ورواه النسائي رحمه الله عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام العروة عن أبيه أن رجلاً قال لامرأتي: لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. قالت: وكيف ذاك؟ وكيف ذلك؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك، يعني قربت تمام العدة، راجعتك. قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي الطلاق الذي بعده الرجوع مرتان، أما الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا رواه ابن جرير رحمه الله في تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس، ورواه عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام عن أبيه قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم غضب على امرأته فقال: والله لا أويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك، أي قربت تمام العدة، راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك، راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان، أي الذي بعده الرجوع مرتان، أما بعد الثالثة لا رجوع حتى تنكح زوجا غير آخر. قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردوية رحمه الله من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي رحمه الله عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كُريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا، وقال: هذا أصح. ورواه الحاكم رحمه الله في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن يعلى بن شبيب به، وقال: صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رجل من الأنصار رضي الله عنهم وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، يعني من
الغضب، فقال: والله لا أتركنك لا أيمن ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله عز وجل فيه: الطلاق مرتان، أي الذي بعده الرجوع، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الثالثة. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة رحمه الله مرسلا، وذكره السدي وابن زيد وابن جرير رحمهم الله كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا طلق الرجل امرأة تطليقتين فليتق الله في الثالثة، فإما أن يمسكها بمعروف فيحسن صحابتها، أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع قال: سمعت أبا رزين رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله عز وجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة. ورواه عبد بن حميد في تفسيره رحمه الله، ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم عن سفيان عن إسماعيل بن سميع أن أبا رزين الأسدي رضي الله عنه يقول: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت قول الله: الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان الثالثة. ورواه الإمام أحمد رحمه الله أيضا، وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله رحمه الله عن إسماعيل بن زكريا وأبي معاوية عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين رضي الله عنه به. وكذا رواه قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين رحمه الله به مرسلا. ورواه ابن مردوية رحمه الله أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم، حدثنا أحمد بن يحيى، حدثنا عبيد الله بن جرير بن جبل، حدثنا ابن عائشة، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ذكر الله الطلاق مرتين، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن، أي تؤذوهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقاء من الأصدقة أو ببعضه. لا يجوز للرجل أن يؤذي المرأة حتى تقول: خذ وفارقني، لا يجوز له أن يؤذيها. كما قال تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى:
فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا كانت هي بطيب نفسها أعطتك شيء لا بأس، وأما أنت تؤذيها حتى تعطيك هذا لا يجوز. وأما إذا تشاقق الزوجان، أي حصل بينهما الشقاق والنزاع، ولم تقوم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته، فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك منها. المرأة إذا كرهت الزوج وقالت خذ حقك فارقني، فيجوز له إذا كانت هي الكارهة وهي التي طلبت، فيجوز أن يأخذ حقه الذي أعطاها من الصداق ويفارقها. ولهذا قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كرهته المرأة وقالت فارقني أنا ما أريد، فيجوز أن يأخذ حقه ويفارقه. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه، يعني ليس هناك أي عذر، فقد قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الوهاب، وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، قالا جميعا: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه، لم يذكر اسم الراوي، عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. إذا لم يكن هناك عذر، ما في سبب، قال طلقني بدون سبب، فالجنة عليها حرام، لا يجوز لها أن تطلب الطلاق بدون عذر. وهكذا رواه الترمذي رحمه الله عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به، وقال حسن الإسناد. قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس، أي ليس هناك عذر، فحرام عليها رائحة الجنة. ففي السند الأول لم يذكر أبو أسماء، وفي هذا السند رواية الترمذي ذكر أنه أبو أسماء. طريق أخرى، قال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة. وقال: المختلعات هن المنافقات، التي تطلب الخلع من غير سبب هن المنافقات. ثم رواه ابن جرير والترمذي رحمهما الله جميعا عن أبي كريب عن مزاحم بن ذواد عن مزاحم بن ذواد بن علبة عن أبيه عن ليث وابن أبي سليم عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، التي تطلب الخلع بدون سبب. ثم قال الترمذي رحمه الله: غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، أي في سناده ضعف. حديث آخر، قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن بشر، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المختلعات
المنتزعات هن المنافقات. غريبٌ من هذا الوجه ضعيف. حديثٌ آخر: قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمار بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنه، أي من غير سبب، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاماً. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس، ونعوذ بك من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال المعلق: وقال البوصيري رحمه الله في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. حديث آخر: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. قال المعلق وهو منقطع، يعني سقط من سنده راوٍ، الحسن لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. فلا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع أو تطلب الطلاق من غير عذر. ثم قد قال طائفةٌ كثيرةٌ من السلف وأئمة الخلف رحمهم الله أنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوذ من جانب المرأة، لا يجوز الخلع إلا إذا كان من جهة المرأة، أما أنت تضرها تؤذيها وتطلب الخلع هذا لا يجوز. إذا كانت هي تكره وتطلب فذهى ذلك إذا كان هناك عذر. قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف رحمهم الله إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوذ من جانب المرأة، إذا كانت هي التي كرهت، لا أنك أنت تؤذيها وتضطر أن تطلب الخلع فيجوز الرحم. فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية إذا كانت هي التي طلبت ليس منك سبب. واحتجوا بقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور رحمهم الله، حتى قال مالك والأوزاعي رحمهم الله: لو أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب ردُّه إليها. إذا كان هو الذي آذاها لا يجوز أن يأخذ شيء، بل يجب ردُّه. فممن ذهب إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي رحمهم الله: لو أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها، يعني آذاها حتى طلبت لها، وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعياً، أي لا يعتبر خلعاً لأنها ما طلبت وهو آذاها، وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. فلا يجوز للرجل أن يؤذيها حتى تطلب الخلع. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار له
عن بكر بن عبد الله المزني أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ورواه ابن جرير رحمه الله عنه. وهذا قول ضعيف، القول بأن الخلع منسوخ ضعيف، ومأخذ المردود على قائله. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية رضي الله عنها أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، كانت زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح أي إلى صلاة الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل رضي الله عنها عند بابه في الغلس أي بقية ظلمة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، أي لا يمكن اجتماعنا، لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة رضي الله عنها: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي، يعني المال الذي أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها، لأنها هي التي كرهت وهي التي طلبت، فقال: خذها، خذ ما أعطيتها وطلقها، لأنها هي كرهت ثابت بن قيس رضي الله عنه. وثابت بن قيس من أهل الجنة كما في قوله تعالى النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزلت الآية: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي، كان ثابت بن قيس جهوري الصوت، يعني طبيعته صوته عالي، ما يتعمد لكن طبيعته صوته عالي، فلما نزلت هذه الآية خاف وجلس يبكي في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه، قال: هو جلس يبكي من خوفا أن تكون هذه الآية تنطبق عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل الجنة رضي الله عنه، من خاف أمن، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. ولكن زوجته كرهته، الله المستعان. وهكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده مثله، ورواه أبو داود رحمه الله عن القعنبي عن مالك، والنسائي رحمه الله عن محمد بن مسلمة عن ابن القاسم عن مالك به رحمهم الله. حديث آخر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال أبو داود وابن جرير رحمهم الله: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عامر، حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله يعني ابن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كان رضي الله عنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس عن زوجته، فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا
فقال خذ بعض مالها وفارقها. قال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها، أعطيتها صداق حديقتين بستانين فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. يعني هي كانت يعني تكرهه. وهذا لفظ ابن جرير رحمه الله. وأبو عمرو السدوسي هو سعيد ابن سلمة ابن أبي الحسام رحمهم الله. حديث آخر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البخاري رحمه الله: حدثنا أزهر بن الجميل، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنها وعنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعتب عليه، أي ما أعيب عليه في خلق ولا دين، أخلاقه طيبة وهو مستمر مستقيم على الدين. يعني قالت الحق، قالت أن أخلاقه جميلة ودينه مستمسك بالدين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يعني نفسها تكرهه، هو ما فيه عيب لكن هي تكرهه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أمنعه حقه ويكون كفر العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ أعطاك بستان في الصداق تردينه؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وكذا رواه النسائي رحمه الله عن أزهر بن جميل بإسناده مثله، ورواه البخاري رحمه الله أيضا عن إسحاق الواسطي عن خالد وابن عبد الله الطحان عن خالد وابن مهران الحذاء عن عكرمة به نحوه. وهكذا رواه البخاري رحمه الله أيضا من طرق عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، تعني بغضا، يعني تبغضه ولا تقدر أن تعاشره. وهذا الحديث من أفراد البخاري رحمه الله من هذا الوجه. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن عكرمة أن جميلة رضي الله عنها كذا قال، والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم رضي الله عنها. قال الحافظ أبو بكر ابن مردويا رحمه الله في تفسيره: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أزهر بن مروان الرقاشي، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب، أي ما أعيب على ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه في دين ولا خلق، أي لا أعيب عليه في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام ولا أطيقه بغضا، أي أني أبغضه ولا يمكن أن أعاشره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ أعطاها بستان بالصداق. قالت نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، أي لا يأخذ زيادة على ما أعطاها. وهكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عن أزهر بن مروان بإسناده مثله سواء، وهذا إسناد جيد مستقيم. ورواه أيضا أبو القاسم البغوي رحمه الله عن عبيد الله القواريري عن عبد الأعلى مثله، لكن قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسين بن واقل عن ثابت
عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بنت أبي بن سلول أنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه أي عصت، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلق، ومستقيم على الدين، أخلاقه طيبة، إلا أني كرهت دمامته، يعني أنه غير جميل، دميم أي غير جميل. فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فردت الحديقة وفرق بينهما، ولكنه من أهل الجنة رضي الله عنه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت على فضيل عن أبي جرير أنه سأل عكرمة رحمهم الله: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، يعني ما يمكن أن نعيش سوى، إني رفعت ذكرت السبب وفيه عبرة: إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. الله أكبر. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال، نظرت إليه وهو قادم ومعه رجال، تقول: إني رفعت جانب الخباء، أي رفعت جانب الخيمة ونظرت، فرأيته أي رأت زوجها أقبل في عدة، أي مع جماعة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة، قصير ما هو طويل، وأقبحهم وجها، فكرهته. فلهذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى الرجال الأجانب، لأن ذلك فتنة. فكما أن الرجل يفتتن بالنظر إلى المرأة الأجنبية، فكذلك المرأة تفتتن بالنظر إلى الرجل. إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجدا وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي، حديقة لي، بستان، فإن ردت علي حديقتي؟ قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تنظر إلى الرجال الأجانب، كما أن الرجل المسلم لا يجوز أن ينظر إلى النساء الأجنبيات. حديث آخر: قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان رجلا دميما أي غير جميل رضي الله عنه، ولكن هو من أهل الجنة كما ورد في الحديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وجميع ما تكره يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله
إذا دخل علي بصقت في وجهي، أعوذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته، قال: فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ إذا كرهته هل يجوز أن يطلب زيادة على ما أعطاها؟ فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علي، أخبرنا أيوب عن كثير مولى سمرة أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة ناشز أي عاصية، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، هناك بيت فيه بعر الغنم، وأدخلها في ذلك البيت تأديبا، فأمر بها إلى بيت كثير الزبل يعني فيه بعر الغنم، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ كيف المكان في بعر الغنم؟ كيف بك؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي حبستني. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها، ولو تأخذ القرط الذي في أذنها. يعني استدلوا بهذا أنه يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها لأنها هي التي كرهت. ولكن تقدم في الحديث الأول أنها لا تزداد، أنه لا يزداد، لا يأخذ زيادة. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى سمرة فذكر مثله، وزاد فحبسها فيه 3 أيام في بيت البعر، ومع ذلك تقول أنها ما ارتاحت إلا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن رحمهم الله أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها، يعني ولو العقاص الذي في شعرها.